شكون يجرب؟ شكون يجرب؟ انا جربت. هذو عاود لهم، عاود لهم على الشوك كبيرة. انا بعدا واحد القضية كاع اللي كيبروشي السمطة ديالو وكيستعمل على الفوقانية ديال الكتاف كنصحو بان التجربة راه فاشلة. وراه ما عمر السمطة غادا تنفعك، السمطة كتنفع إذا درتي السمطة كاملة على الحزام ديالك وكتامنا على صدرك. حنا جربنا قوة ديال الاصطدام 30 كيلومتر في الساعة، لو كل ما كانت السمطة نخرجوا من الجاج، وما بالك ب 60 و 90 و 100 و 120، يعني الظهور ديال السمطة كاين. وأنا كننصح كلهم الناس، كننصح كاع الآباء والوليدات واللي كيهزوا وليداته في الطوموبيل، يعلمهم يديروا السمطة في الكوسانات اللورانيين. ونداء كذلك حتى للطاكسيات اللي هما اليوم جداد وكيتوفروا على حزام السلامة، المفروض كل شيء خصو يدير حزام السلامة. لا الركاب ولا السائق. مازال ملي كانت 240 كنا كنقولوا كاين اشكال ومشكل في الحزام، ولكن التجربه الحاليه ديال 30 كيلومتر في الساعه والقوه ديال الاصطدام ديالها كنحثوا وكنطلبوا الناس باش كل شيء يدير حزام السلامه ديالو باش ينشي راسو وينشي وليداتو. وتحيه للجميع.